أبرز رواد العمل التطوعي يترأسهم الدكتور عمرو الليثي، شابكت أيديهم لخدمة مصر من خلال مؤسسة واحد من الناس، قوافل طبية وغذائية، مساعدات دوائية، إجراء عمليات جراحية. وتجلى آخر جهود المؤسسة في مناهضة الوباء المصري فيروس سي. مساء أمس دشنت حملة لعلاج مصاب الفيروس حضرها العديد من رموز المجتمع والشخصيات العامة. هنبدأ في البداية، هنستعرض فيلم قصير عن مؤسسة واحد من الناس. في عام 2010 انطلقت واحدة من أهم مؤسسات المجتمع المدني التي لا تهدف للربح، وهدفها الوحيد المساهمة في تطوير وتنمية المجتمع، وبدأت عملها تحت اسم واحد من الناس. ضم مجلس أمناء المؤسسة نخبة من رواد العمل التطوعي، وترأسه الإعلامي دكتور عمرو الليثي، وتم اختيار الأستاذ نيازي سلام رئيس بنك الطعام نائبا لرئيس مجلس الأمناء. كما تضمن المجلس أسماء بارزة في العمل التنموي والتطوعي. نجحت المؤسسة في مساعدة آلاف المرضى من خلال القوافل الطبية وتوفير الأدوية والمساعدة في إجراء العمليات الجراحية الكبرى مثل زراعة الكبد والكلى والقسطرة ودعامات القلب. احنا ربنا كرمنا يعني بهذا الحال وقعونا في برنامج واحد من الناس، وعملنا عملية للطفل. الحمد لله عملت عملية في ايدي، ساعدوني وعملت العملية الزرع. بعد العملية اتغيرت كل حياتي. ملك عملت عملية تطويل الأوقات بالتعاون مع أساس واحد من الناس، فسندونا وعملونا الحلم اللي احنا ما كناش نحلم بيه، عشان نشوف ابني بيسمع وبيتكلم. النهاردة هو بيتكلم بيقول بابا 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 ماما ماما يا رب. كما وقعت المؤسسة اتفاقات مع عدد من الأطباء لاستقبال حالاتها مجانا. والله يا مبروك بجد، يعني صراحة يعني احنا نشكرهم، والشكر الشكر كده يمكن نقعد سنة نقول ألف شكر لهم كله. أما في مجال التعليم فأطلقت المؤسسة مشروعا للارتقاء بجودة التعليم في المناطق الأكثر احتياجا، وكذلك وفرت العديد من فرص العمل. اللي عاوز 150 واللي عاوز 60، لو ما كانش في فلوس في الجمعية كنتش قدرت أصرف على أولادي. أشكرهم كلهم طبعا، وأشكر كل اللي ساهم في تعليمنا، وأشكر واحد من الناس وأقول لهم ألف شكر. تمكنت مؤسسة واحد من الناس خلال عامين في توفير سكن للأسر الأكثر احتياجا في المناطق العشوائية غير الآمنة. من الشارع لبلاط واربع حيطان، بالنسبة لينا احنا حلم كبير قوي دوت. وانا دلوقتي استلمت وشقة كويسة والحمد لله، واشكر كل اللي وقف جنبينا وساعدنا. مش مصدقة ان انا خدت سكن انا وعيالي، كنا مش لاقيين حبة المية دول، دلوقتي بنعوم فيها من ساعة ما جينا. ونظمت العديد من القوافل الطبية والغذائية للأماكن الأكثر احتياجا في عدة محافظات. بالنسبة لنا احنا صراحة كل بدو سينا مبسوطين بهذه المعاونات السعيدة. نحن الحجارة ناس على الله، فبنشكرهم يلبى طلباتنا. انا مبسوطة واحسن من كده مفيش. الله نشكر القافلة الطبية اللي هي برنامج واحد من الناس، كل حاجة مية مية هي، وطبعا قايمين على أجمل وجه بالعلاج. كل حاجة مجانية، والكشف مجانا والعلاج مجانا. كشفت على صدري وكشفت على رجلي، وربنا يخليهم ويطرح البركة فيهم. نشكرهم برضو على العلاج المتوفر لينا هنا في البلد، والخدمات الكتير اللي هم قدموها لنا. لنا فايدة مصلحة، ربنا يديكم الصحة يا ابني ويكفوا شر المرض. يكون دائما يد العطاء الأولى والأخيرة لكل إنسان يحتاج إلى مساعدة.
استطاعت المؤسسة مساعدة الغارمين والغارمات والإفراج عن عدد من الحالات، وتواصل جهودها في هذا المجال. ما كنتش متوقع ان انا هطلع، لكن ما خبط عليه على عندك الفراغ اتسقطت من على الارض. الحمد لله انا مبسوط ان هم ولاد الخير الواحد من الناس اللي هو طلعوني، يعني مبسوط منهم. او كما ساهمت في تجهيز وزواج اليتيمات وغير القادرين بمختلف المحافظات. قدمنا في برنامج واحد من الناس، والجمعية الحمد لله اللجنة قبلت وساعدتنا بان هي تدينا اجهزة كهربائية تخفف من الاجهزة اللي علينا شوية يعني، والحاجة اللي علينا. ربنا يكرم كل اللي بيعملوا الخير بأمانة. بشكر جمعية واحد من الناس. ايوة ساعدتني طبعا، وهي تساعد ناس كتير جدا يعني. واخيرا وليس اخرا، اطلقت مؤسسة واحد من الناس حملتها لهذا العام تحت عنوان وداعا فيروس سي، والتي سوف يتم فيها تشخيص وعلاج 1,000,000 مصاب عن طريق عمل التحاليل المطلوبة وتقديم العلاج اللازم بالمجان، وذلك حتى نستطيع أن نحول مصر إلى دولة خالية من هذا المرض ونقول له وداعا فيروس سي. بنعمل التحليل الأساسي لأجسام المضادة لفيروس سي، وإحنا جينا عشان نطمن على نفسنا. العالم ربنا معايا فلوس، لما جايب بلاش لما أخذ جايب. السادة كبار الشخصيات ورؤساء الجمعيات الأهلية، السادة الحضور، كبار الصحفيين والإعلاميين والفنانين، شكرا جزيلا لحضور حضراتكم. الحقيقة يمكن أنا عايز أتكلم باختصار شديد ليه إحنا النهاردة بنتكلم عن فيروسي، إحنا ليه النهاردة بندشن حملة لعلاج فيروسي من خلال بعض المعلومات البسيطة اللي ممكن تخلينا كلنا نفكر أين هي المشكلة وكيف يكون الحل. توجد في مصر أعلى نسبة للإصابة في العالم، فحسب تقرير جمعية الكبد العالمية لعام 2012 وتقارير منظمة الصحة العالمية، يسجل هذا المرض في مصر كوباء. يعني فيروسي في مصر يعتبر وباء. عندنا سنويا 1,650,000 مواطن يصاب بالمرض في مصر سنويا، 1,650,000. تشير الدراسة إلى أن 60% فقط من متلقي العلاج قد شفوا تماما، قد شفوا تماما، يعني الحمد لله بيتعالجوا والعلاج بيجيب نتيجة. إذن فالمهمة سهلة وأيضا صعبة في تنفيذها. تبلغ تكلفة الدورة الكاملة لمدة 48 أسبوع للعلاج من التهاب الكبد الوبائي $3,500 أمريكي، وهو أعلى بكثير من متوسط الدخل المصري الذي يصل إلى $20-70 أمريكي للفرد سنويا. فالعلاج لهذا المرض المزمن غالبا ما تجرى عليه أبحاث اقتصادية أيضا، حيث يمثل دخل الأسرة المصرية عامل أساسي في تلقي العلاج. استطاعت الجهود القومية توفير العلاج ل 1,900,000 مصري ما بين أعوام 2008 حتى عام 2011. هذه البرامج العلاجية تصل إلى حوالي 30% من إجمالي عدد المصريين الذين هم في حاجة إلى العلاج. إذن فقد أصبح لزاما علينا توسعة دائرة الوصول لهذه البرامج عن طريق تضافر جهود المجتمع ككل، ممثلة في الحكومة، منظمة المجتمع المدني، دوائر الصناعات الدوائية، حتى يصبح العلاج في متناول كل مريض. فالعلاج حق لكل مريض سواء كان غني أو فقير. ده كان هو الدافع الرئيسي ان احنا نفكر ان احنا ندشن حملة علاج مرض او علاج فيروسي للقادرين. احنا بنتجه بعلاجنا من خلال واحد من الناس، المؤسسة للفقراء الذين لا يتمتعون بمظلة التأمين الصحي. فتخيلوا حضراتكم في كم أسرة
في مصر فقيرة جدا هتعاني نتيجة أن العائل الوحيد لها مصاب بفيروس سي وغير قادر على العلاج عشان ما عندوش دليل صحي. ولكم أن تتخيلوا إذا ما تحول هذا المرض إلى تليف في الكبد ثم تحول إلى سرطان في الكبد، وهنا تكون المشكلة مفجعة، لأن الأسرة المصرية تبحث هنا وهناك وتجري هنا وهناك لتوفير عمليات زرع ونقل الكبد إلى هذا المريض الأب أو الأخ أو الابن. طب إيه اللي يخلينا ننتظر لغاية ما نصل إلى حالات سرطان تكبد الدولة ملايين الجنيهات في العلاج؟ الموضوع باختصار هما طريقين، الوقاية والعلاج. الوقاية هو ده دور حضراتكم، دور أجهزة الإعلام والصحافة ومؤسسة المجتمع المدني أن تساهم في عملية الوقاية من مرض فيروسي. مصر فيها نسبة 22% من المصريين مصابين بفيروسي، عشان كده بدأنا في واحد من الناس وقلنا عايزين نعالج، عايزين نبدأ. بدأنا بالدويقة ومنشية ناصر، نزلنا ورحنا هناك. الحقيقة المتطوعين كثيرين كانوا معانا، الدكاترة المتطوعين كتير راحوا وعملوا سكرينينج، عملوا تحاليل لكل المرضى. فوجئنا بأرقام خرافية في المرضى بفيروس سي في العشوائيات، ما عندهمش مية نظيفة، ما عندهمش صرف صحي، بالتأكيد عندهم مشاكل صحية في نقل الدم وغيره. وبدأنا العلاج. المريض اللي بيحتاج انه ياخد حقن انترفيرون بياخد العلاج. الحمد لله ربنا وفقنا ولقينا شركاء لنا، MSD شركة دخلت معانا، MSD دخلت معانا، ادونا العلاج بسعر مخفض جدا زي ما بتقول الدولة، وبدأنا احنا بنصرف العلاج لغير القادرين ببلاش، غير قادرين ان هم ما عندهمش مظل التأمين صحيح. انا بستغل هذا اللقاء وهذه الصفوة والنخبة الموجودة امامي ان انا ادعوكم جميعا ان نعتبر اليوم هو بداية حقيقية لحملة يدشنها المجتمع المصري، المجتمع المدني بخلال بجانب الحكومة المصرية لعلاج مرضى فيروسي غير القادرين الذين لا يتمتعون بمظل التأمين الصحي. أنا واثق أن هذه الدعوة إن شاء الله بإذن الله سوف تلقى الترحيب من كافة جمعيات الأهلية. إحنا عندنا خير في مصر كتير جدا، لكن للأسف كل واحد بيعمل خير لوحده. تعالوا يا جماعة النهاردة نلتقي جميعا، نحط إيدينا في إيدين بعض ونقول حملتنا السنة دي القضاء أو علاج مرضى فيروسي غير القادرين. وأتمنى أن تكون هذه البداية لوجه الله، ونحن نبدأ وفي ليلة كريمة، ليلة بداية شهر ذي الحجة إن شاء الله، أن تكون بداية موفقة لجميع أهل الخير في جميع مؤسسة المجتمع المدني أن يشاركوا معنا في حملة القضاء وعلاج مرضى فيروسي غير القادرين. مرة أني بكرر شكري وامتناني وتقديري لحضراتكم على هذا الحضور. شكرا. كنا عارفين ان هو كان عنده فيروس سي وكان بيتعالج بقاله فتره، بس اوقات الحاله تبقى كويسه اوقات الحاله تبقى وحشه. عامل ممتع جدا وتوفى في يوم العزاء بتاعه. وهو في العزاء وقع، عرفنا بعد اسبوعين ان هو عنده فيروس سي زي اخوه. وفي يوم الاربعين بتاع عنه والدته للاسف كل سنه بتصبح 140 الى 150 الف حاله كده. فهنا المشكله مش هتتحل الا بشرطين، احنا نعالج المرضى فهنقلل نسبه المرضى اللي ممكن ينقلوا العدوى للاخرين، حاجه ثانيه لو طيب احنا بنشتغل على سبيل مش كبيره، لكن نتمنى من خلال المتبرعين ومن خلال الجمعيات الخيريه والجمعيات الاهليه اللي بتشارك معانا ان احنا نقدر بدل ما نعالج 5000 نعالج 5 مليون 10 مليون ساعات، يبقى احنا فعلا قدرنا نستخدمها كمؤسسه مجتمع مدني في علاج الفيروس. انا كنت بعمل تحاليل يعني دوريه، فلحقت الموضوع في بدايته ما وصلش لمرحله متقدمه. واللي طمني اكثر الدكتور لما قال ان انت النسبه اللي عندك بسيطه وان شاء الله بالعلاج الفيروس. العلاج المعترف به في العالم كله حتى هذه اللحظه هو اللي بنسميه العلاج الثنائي.
عباره عن حقن اسمها الانترفيرون، تتاخد كل اسبوع تحتكير بعد غسالات الرايبر. الانترفيرون ده ماده بتفرز حوالين داخل الجسم من اي خليه لمقاومه اي فيروس يدخل الخليه. فيروس يهبط الخليه وتتشطف في هذه الماده، فاحنا بنديها من بره. الرايبوفايدين اللي هو الدواء الثاني كبسولات مهم جدا جدا انها تتاخد مع الحقن. ليه؟ قالوا ان الكبسولات هي ضد الفيروس بالظبط فبتشيله من الدم. لكن الانترفيرون بيعمل ايه؟ بيزود المناعه، بيعمل تحفيز مناعي للخلايا الليمفاويه وتهاجم الفيروس الموجود المصيب الجلد. امتى بنقول المريض شكل تماما؟ ان بعد ما نوقف العلاج بست شهور بنعمل له بيس ار ونشوف الفيروس الموجود في الدم. لو تحقق هذا الهدف ولقينا بيس ار سالم بعد ست شهور من ايقاف العلاج، هذا يعتبر شفاء كامل. اذا تضافرنا كلنا، اذا اتفقنا كلنا، اتحدنا كلنا كجمعيه بلديه ان احنا نواجه هذا المرض، على الاقل يعني نتفق على فكره ان احنا نحاول ان نحل من انتشاره. انا فقدت دين العلم بسبب فيروسي. ما نفسيش اي حد يعدي التجربه دي. لو هو في الرغم ان انا اتعالج على حسابي بره ما كنتش هقدر اتعالج، فدي هم العنوان الذي نحن بصدد اليوم وداعا فيروسي، هو عنوان نود جميعا بل نعمل جميعا بكل ما اوتينا من علم ومن كل ما اوتينا من قوه من اجل ان نقولها بصدق، من اجل ان نقولها بصوت عال لهذا الحمد الفقير الذي كان ولا يزال يمثل قلقا كثيرا للمواطن المصري وللدولة ككل، على الرغم أن طرق مواجهته وعلاجه قد تطورت بشكل معكوف، فقد حان الوقت لكي نستعد تجديدا اليوم نودع فيه هذا المرض أو هذا الوباء إلى رجعة بأمر الله تعالى. يمكن المسح الوحيد اللي اتعمل في مصر سنة 2008 اتعمل بمساعدة المسح السكاني، وإحنا بنعتمد عليه غصبا عننا يعني لغاية ما يأتي غيره، أن عدد الفئة العمرية المصابة من سن 15 سنة لسن 59 سنة كان 9.8%، هو حتى لو كان النسبة دي 10% من 10% برضه كتير جدا. مصر سارت في رتب التطور للطب العلمي بإدخال أحدث الطرق والأساليب العلاجية المعتمدة على نطاق واسع، وأطلقت العديد من الحملات القومية وإنشأت المراكز المتخصصة والمعاهد والدراسات والأبحاث العلمية لحماية المواطن المصري وحماية كبد المصريين مما يحدق به من أخطار. كما تسعى الحكومة متمثلة في وزارة الصحة بالتكاتف مع العديد من المؤسسات العالمية والأجهزة المحلية لنشر الوعي الكافي للوقاية من المرض ولرعاية المصابين. ونحن نعلم جميعا معنا اللهم السادة الأقوال الفاضل الزملاء أن نحن قد أنشأنا اللجنة القومية لمكافحة الفيروسات من سنة 2006 التي قامت بإنشاء 23 وحدة علاج على مختلف محافظات الجمهورية، وقد تم علاج بالفعل حوالي 150 ألف مريض ولا يزال تقريبا 30 ألف مريض تحت العلاج. النسب التي حصلت عليها من اللجنة أن نسبة الشفاء في هذه هؤلاء المرضى قد تصل ما بين 55 و60% فقط. احنا في وزارة الصحة لن نستطيع أن نعمل منفردين، وأن احنا سنمد هذا إلى جميع القوى المدنيه في جميع المجالات. واحنا يمكن من اقل من اسبوع كنا مع احد الساده الافاضل في حمله ضد العمل من جمعيه الامه، اتذكر كنا النهارده مع واحد من الناس، واحنا سنطلق كثير جدا من الحملات بالتظاهر مع المجتمع المدني. فاننا حقيقه الامر نقول ان احنا لن نستطيع منفردين ان ننهض بهذه الدوله بعيدا عن اي مجتمع مدني. انني احيي بكل صدق صاحب تلك الفكره ومن سعى لكي نراها اليوم واقعا، ونحيي كل من بذل جهدا او ساهم باي شكل من الاشكال لكي نصل الى تلك النقطه. فانتم مثال مقتدى به في كل المجالات، واتمنى ان ينتهج الجميع نهجا ممثلا. وشكرا والسلام عليكم ورحمه الله. الحقيقة اليوم ده بيمثل لي يوم مهم جدا في حياتي،
لان يمكن جه الوقت اللي احنا نقدر نقول فيه ان احنا نقدر نبتدي البرنامج المجتمعي لمحاربة فيروس. الاحصائيات اللي قالها دكتور عمرو ودكتور محمد مصطفى حقيقية، وهي وصمة في جبيننا سواء كشعب أو حكومة أو أساتذة الكبد أو أساتذة الطب المجتمع. مجهود وزارة الصحة لوحده غير كافي، بل كمان مجهود الحكومة كله غير كافي، ولازم يبقى في تعاون ما بين منظمات المجتمع المدني والهيئات العامة في هذا. حقيقة أنا سعيد إن في توجه حاليا من مؤسسة واحد من الناس، من مصر للخير، من مؤسسة تروس، من صناع الحياة، من الجمعية الشرعية، من رسالة، من اتحاد الأطباء العرب، وبدعو إن إحنا ننسق مجهودنا كلنا مع مجهود الحكومة ومجهود وزارة الصحة عشان نعلن عن البرنامج المجتمعي لمحاربة فيروس سي، واللي محدش أبدا يقدر يعمله لوحده، ولازم كلنا نشارك تبع خطة منظمة محكمة. احنا عندنا الجانب العلمي، لكن محتاجين الجانب التنظيمي والجانب الإداري، والجمعيات الغير حكومية نجحت في ذلك في حاجات كتيرة جدا. فاحنا الحقيقة سعداء ان هم توجهوا هذا التوجه، لان ده هيثري هذا المجهود وهيكلل مجهوداتنا جميعا بالنجاح والى الامام دائما ووداعا لفيروس. وفي نهاية المؤتمر تم تكريم أصحاب الجهود التطوعية والمتعاونين مع مؤسسة واحد من الناس، فنانين ورياضيين وإعلاميين وشخصيات عامة. مجموعة التكريمات القادمة مجموعة تكريمات لشخصيات مهمة أثرت العمل التنموي وساهمت بشكل كبير في مجال العمل الاجتماعي، ويأتي على رأس المكرمين السيد الرئيس الدكتور محمد مرسي رئيس الجمهورية، لأنه كان داعما كبيرا لموضوع العلاج فيروس سي غير القادرين، وتسلم الدرع التكريم بالنيابة عنه الأستاذ الدكتور ياسر علي المتحدث الرسمي باسم الرئاسة الجمهورية. قبل كمواطن مصري انا كمان طبيب، فانا اكاد اشعر تماما بحجم المشكله، مشكله اللي بدات تصير في مصر، وعارف تماما معاناه اجيال في هذه القضيه. امكانيات الدوله بتحاول توفر قدر ما تستطيع، خصوصا الدواء المتاح اللي نتكلم عنه النهارده للشركه الراعيه للمؤتمر وهي الانترفيرون، لكن وجود مؤسسات مجتمع مدني داعم للدوله زي مؤسسه واحد من الناس وزي جهد الإعلامي القدير يعني دكتور عمرو في هذا الإطار، وغيره من مؤسسات المجتمع المدني رسالة وغيره من اللي اتكرموا اليوم، الحقيقة جهد مشكور ومهم. وهو ده الشكل في كل المجتمعات القوية، دولة ومجتمع مدني الاثنين مع بعض بيعملوا للمواطن المصري. احنا عايزين نحمي الأجيال الجاية من الخطر اللي بتاتي سي، لأن الأجيال الجاية يجب يعني مصر فعلا تحميها من هذا الفيروس المعين. أظن عمرو والمحور واحد من الناس بيقدموا نموذج الحياة مشرف لفكرة التضحية. لدوره الكبير في مجال العمل التطوعي ودور بنك الطعام، والحقيقة كان شريك للنجاح معنا في واحد من الناس الأستاذ نادي سلام رئيس بنك الطعام، تكريما لدوره ودور بنك الطعام. النهارده المؤتمر تحت عنوان وداعا لفيروس سي، يعني حلم احنا بنحلمه كلنا ان شاء الله ربنا سبحانه وتعالى يجعلنا سبب ويجعل كل المؤسسات وعلى راسها مؤسسه واحد من الناس تكون سبب في ان احنا نقضي على المرض اللعين ده اللي تفشى في مصر لاسباب كلنا نعلمها ان شاء الله. اعتقد ان في حراك جامد الفتره دي وجهود ناس كتيره ومبادرات كتيره في المجال ده، واللي احنا شايفينه النهارده ده من
من الشخصيات اللي موجودة اللي عايزة تساعد من الشركة المحترمة اللي هترعى الحملة دي بإذن الله تعالى، من البرنامج واحد من الناس، أستاذ عمرو الليسي، الإعلاميين، الشخصيات العامة. الدولة موجودة النهاردة ممثلة بقوة إن شاء الله، يعني كل الكلام ده يؤتي الأثر ونقدر مش مجرد ان احنا نعالج مرضى الفيروس سي او الالتهاب الكبدي الوبائي، احنا عايزين من البدايه من المنبع بالتوعيه نمنع وصول المرض للناس، وان شاء الله هناخدها خطوه خطوه، الوقايه ثم العلاج ثم حتى لو وصلنا لعمليات الزرع، فان شاء الله في برضه مبادرات لعمليات الزرع ان شاء الله بتكلفه اخرى خالص. رجل عظيم، عايز اقول لكم هو بيعمل ايه عشان تقدروا تقدروه. في يوم من الايام احنا في واحد من الناس قررنا ان نعمل في مجال الافراج عن سجينات الفقر، ولم نجد انسان رائع كان يساهم معنا وكان له دور فعال. لو تشوفوا كيف اتعامل مع السجينات والمسجونين برعايه قلب الاب، لو تشوفوا ازاي انه ساهم في يوم من الايام بعمل مشروع عشان يدر دخل على هؤلاء السجينات، كيف انه يهتم بعلاج السجينات. لن انسى في يوم من الايام عنده سجينه خارجه من السجن، هذه السجينه تجاوزت المده الزمنيه لها وخرجت ما عندهاش بيت، وكان الشغل الشاغل اللواء محمد نجيب مساعد اول وزير الداخليه مدير مصلحه السجون ان تجد ماوى لها، فتاكيدا وتكريما لها. كل تقدير واحترام من هذه الجمعيات المحترمة التي لها كل تقدير واحترام، جمعية صناع الحياة ومؤسسها الرائد الدكتور عمرو خالد الذي له دور كبير في مجال العمل التنموي والذي نقدره ونثمنه، وكان له دور إيجابي في موضوع محو الأمية وتعليم الصغار والكبار. برنامج فضائي وتحول الى مشروع على الارض لخدمه الناس ولخدمه المجتمع. انا فرحان جدا ان انا بشارككم النهارده. انا حاسس ان احنا محتاجين كل جموز الاعلاميه زي عمرو الليسي تعمل نفس هذا المشروع، ويعمل مشروع واحد من الناس هنا وينطلقوا الى خدمه المجتمع هنا. انا ببارك لهم، وان شاء الله الحمله النهارده هتنطلق انطلاق، لان كارثه عندنا اسمها الالتهاب الكبدي الوبائي وفيروس سي، هننجح ان شاء الله ونعمل حاجه. انا ببارك لك يا عمرو. ايضا من جمعيات شركاء العمل الخيري معنا في واحد من الناس جمعيه رساله التي اسسها المهندس العظيم المحترم شريف عبد العظيم، وتسلمها بالنيابه عنه الاستاذ معتز بالله محمد. الخيري اللي بتقوم بيه جمعيه الاورمان. جمعيه الاورمان معانا في واحد من الناس، قدرنا نعمل معاها قوافل علاج، قدرنا نوفر رؤوس ماشيه في مناطق كثيره، قدرنا نعالج مرضى كثيرين، قدرنا نعمل مجهود كبير معهم. هم الحقيقه المهندس حسام قباني رجل له فضل كبير في مجال العمل الخيري، تكريما لجمعيه الاورمان المهندس حسام قباني بنسلمها بالنيابه عن الاستاذ مصطفى سامي. ايضا جمعيه نور على النور، هذه الجمعيه التي اسسها الراحل الاعلامي الكبير احمد فراج، لها دور كبير، هم من شركاء النجاح معنا في واحد من الناس، شاركوا معنا بشكل كبير جدا في علاج مرض الهيموفيليا. لو تعلموا التكلفة الكبيرة لهذا المرض وغيره وغيره، الحقيقة تكريما للرائد أحمد فراج
تكريما له جمعية واحد من الناس تكرم الأستاذ حاج الفراج رئيس مؤسسة جمعية المعارضة. خلال الفترة اللي فاتت نقدم أكثر من 200 شقة لطاردين الشوارع. 200 شقة كان هناك سيدات، لن أنسى سيدة مع 4 بنات قدمنا لها شقة عشان تقعد فيها. يعود الفضل في ذلك إلى جمعية المرشدي، تكريما لجمعية المرشدي على دورهم كشركاء للنجاح معنا، تكريما للمهندس محمد المرشدي تسلمها الأستاذ حسن المرشدي. ساهمت بشكل كبير في مجال العمل التطوعي، وكانت سفيرة للعطاء في مجالات عديدة، وقدمت أعمال جليلة للخير. الفنانة الكبيرة يسرى تقديرا. أنا بشوفه بيقوم بدور إيجابي جدا جدا بالنسبة للعشوائيات، بالنسبة للحاجات اللي هو بيعملها، وأنا ببقى فخورة جدا إن إحنا قادرين نلم مشاكلنا بينا وبين بعض، وفي ناس كتيرة بتحب تساعد، يعني في ناس بتعمل خير كتير قوي الحقيقة. أيضا من الفنانين المتميزين الذين ساهموا معنا في واحد من الناس في مجال العمل الخيري، وكانت له إسهامات في مشروع العشوائيات، المطرب الكبير الفنان محمد فؤاد تقديرا. من زمن بعيد وانا بتابع واحد من الناس، وبتابع مجهود عمرو. مجهود عمرو صادق جدا، صدقوني شفت بعناية مش كلام. الفلوس بتروح بجد في أماكن، يعني في عندنا في الدين بيقول يعني فتشوا ودققوا في الصدقة تروح فين ومكانها فين. أنا شايف الناس دي بتعمل بتنفذها بحذافيرها. أنا بناشد الناس كلها أنها تحط إيديها في إيدين عمرو، وإن شاء الله بعون الله نعمله في الاستاد بقى اللي جاية، تبقى في الاستاد وتبقى مصر كلها مشاركة مع عمرو في كل اتجاهاته وكل الدعوات اللي بيدعو ليها في أي مجال هو عايز يصلحه. ربنا يعينه ويعين كل من حط إيده معاه في أي حاجة. كثيرين أيضا في مجال العمل الفني كانوا لنا سفراء وكان لهم دور عظيم وكبير. الفنان الكبير سمير غانم كان له إسهامات كبيرة مع التقدير. أستاذ عمرو من زمان عنده نزعة الخير دي فيه من زمان، يعني أعرفه من زمان يعني. فطبعا بالذات يعني هو بدأ في واحد من الناس مع العشوائيات والحاجات دي وبتاع، فلما وصل للمرحلة دي فشيء جميل. وطبعا عمل الخير فظيع وربنا يكافئه والمشروع يكبر، يعني ما يبقاش حد عندنا لا عنده فيروس ولا عنده كبد. من كبار الفنانين الذين كانوا شركائنا في مشروع العشوائيات وكانوا من الذين دعونا الناس للمشاركة في هذا المشروع، الفنان الكبير المطرب الكبير علي الحجار تقدير الدكتور. كتر خيره طبعا دكتور عمرو الليثي، وواحد من الناس وفرحان قوي انه جمعيات كتير وناس كتير شاركت، وانه يبقى فيه
وزارة الصحة مشاركة والحكومة نفسها مشاركة. عمرو الليثي هو اللي عرف يعمل الحكاية دي وهو اللي خد المبادرة، فطبعا يعني فخر وشرف لأي حد انه يحضر في مؤتمر زي كده. الرجل الذي شارك معنا في حملة التبرع بالدم وكانت له أدوار كبيرة في العمل الدموي معنا في واحد من الناس، الكابتن أحمد حسن ضحية. ان احنا كلنا نتكاتف وان احنا كلنا نساعد وان احنا كلنا نقف جنب طبعا اخواننا اللي هم اكيد بيعانوا من المرض ده، وان الناس كلها لازم تساهم وتساعد في حاجه زي كده، لان دي حاجه بتفيد اخويا وبتفيد اهلي وبتفيد الشعب المصري كله بالكامل، فيجب الناس تتكاتف وتساعد على حاجه زي كده. لا ايضا هناك شركاء لنا في مجال العمل الاعلامي شاركوا ايضا، مش لازم يكونوا شاركوا معنا في واحد من الناس، بعضهم شارك معنا في واحد من الناس وبعضهم شارك بالدور الخيري. دور الإعلامي لا يقف عند تقديم برامج التوك شو فقط، ولكن دور يمتد يعني يكون فاعلا في المجتمع، ودور الإعلام الحقيقي هو خدمة المواطنين وخدمة الفقراء والمهمشين، تقديرا لأدوارهم الإعلاميين الإعلامية. ريهام سعيد مقدمة برنامج صباح الخير. لازم يحصل من زمان قوي، لان فعلا مشكله كبيره قوي حكايه زرع الكبد، خصوصا ان احنا عندنا كمان معوقات كتير قوي في زرع الاعضاء، لان انت عارفه ان احنا لازم يكون في قرابه من الدرجه الاولى لاجراء العمليات دي. وقايه خير العلاج طبعا، ومبسوطه قوي ان يحصل تكاتف واتحاد بين الجمعيات الخيريه، دي حاجه عظيمه. هناك ايضا برنامج صبايا للاعلاميه المتميزه ايمان ابو طالب التي ساهمت في الفرج عن كثير من السجنات وعلاج غير قانوني، هذا وضع يعني. ايضا الصحافة المقروءة كان لها دور معنا شركائنا في العمل الصحفي، شكرا لجميع زملاء من كبار الصحفيين ورؤساء التحرير الذين ساهموا معنا في واحد من الناس. واسمحوا لي هناك تقدير خاص لدور صحيفة والموقع الإلكتروني لجريدة اليوم السابع الزميل الكاتب الصحفي الأستاذ خالد صلاح، وتسلمها عنه الكاتبة الصحفية الأستاذة حنان جمال. نشكرهم ونقدرهم ونقول لهم ألف شكر، ونكرم الجمعية الشرقية دكتور الطيب، ونسلمها الأستاذ حاتم الخاطر.